السلام ومرحبا بكم، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وفي روتين جديد. اول حاجه ناخذ ثاني من وقت لوقت نصلي فيها على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله سنين دائمه. كيف ما تعرفوا عيد الاضحى على الابواب، ان شاء الله ان شاء الله ربي يجعله مبروك على الامه الاسلاميه الكل. بالطبيعه مازلنا مكملين في التنظيفات نتاع العيد. اليوم ان شاء الله باش ننظف الصاله. كيف ما شفتوا هزيت الملاحف هذوكم اللي شريتهم، هما نوع كيما الملاحف، ماهمش ديجا ماهمش ملاحف، وريتهم مره الاخرى فيهم كيما الموس من اللوطة. حطيتهم يتغسلوا، وبالطبيعه باش ننظف اول حاجه باش ننظف البلكونه نتاع الصاله. كيف ما شفتوا عندي عصافر عاملين عليا بالعاني ديما يوسخوا لي الرخامه هذيك الموجوده في قدام البلار. كيف ما شفتوا باش ننظفها بالقدا هذيك، وبالطبيعه باش نمسح الحديد هذاك وباش نمسح البلار. بالنسبه للمواد التنظيف اللي استعملتهم لهنا، الحقيقه استعملت جافيل، خاطر جافيل اقوى حاجه تنحي الاوساخ هذيك، استعملت جافيل. وبالنسبه للبلار بالطبيعه وريت لكم مواد يعني مواد التنظيف المره الاخرى. بالنسبه للبلار هو البرودوي الازرق نتاع البلار هذيك وريته لكم المره الاخرى، هذيك باش نستعمله بالنسبه للبلار خاطر مزروبه ويلزمني نربح الوقت، مانيش باش نبقى نمسح بالخل، خاطر باش نمسح بالخل تشد اليدين شويه. بالنسبه للبرودوي هذاك جست ترش وتمسح ديريكت، ينحي اي تراس موجوده على البلار. ولانا كيف ما تشوفوا جبت السلوم هذيك، وهذايا البرودوي اللي قلت لكم عليه الازرق هذيك نتاع البلار. اول حاجه خليت منديله صغيره مبلوله، مسحت بها كل الغبره اللي جايه من برا خاطر بجنبنا مرمه. نمسح الغبره الساعه المره الاولى باش نحيا كل الغبره كلها بالتراب، ومن بعد بالطبيعه باش نرش البرودوي هذيك وباش ننظف به. كيف ما تشوفوا جست المنشفه هذيك ولا المنديله الصغيره مسحت بها جست البلار من برا على كل غبره اللي جايه من برا اكهو، يعني هذيك مبلوله بالماء وجافيل، جست مسحت بها كان البلار من برا والحديد بالطبيعه. ولانا بالطبيعه باش نستعمل البرودوي هذاك، كيف ما قلت لكم راهو ما يشدش اليدين برشا، في ساعه في ساعه البلار ينضاف، يعني ماهوش كيما الخل، خاطر الخل نعرفو باش ترش الخل وتبقى تنظف وتمسح وبعد باش تنشف البلار. بالنسبه للبرودوي هذا جست ترش وتنشف ديريكت، يعني يعطيك نتيجه فوريه.
ولينا بالطبيعة بعد ما كملت مسحت البلاري كله، سكرت يعني سكرت البلكونة هذيك باش ما عادش يدخل لي منها تراب ولا حاجة. وبالطبيعة باش نبدأ ننظف الصالة، كيف ما قلت لكم بدلت الماء بالطبيعة، بدلته وصبيت فيه جيف هذاك يعني متاع جميع الأرضيات باش ننظف القاعة متاع الصالة بالطبيعة. الحقيقة أنا التنظيف ما بديتش بكري، علاش؟ خاطر ابارامون ثاني عيد باش نذبحه، ما نعرفش نهار العيد في العشية مؤخر وإلا ثاني عيد، هذاك علاش بديت التنظيف مؤخر. ديجا هنا في تركيا عندهم عادات، فما شكون يذبح النهار الثاني، يعني النهار الأول يعني الصباح الكل يخصوه للزيارات العائلية، ما يذبحوش الصباح بكري. واللي يذبح هانو بطبيعته مثلا نقولوا نحنا يمشي لبرا للريف باش يذبح، خاطر ممنوع باش تذبح في وسط الحومه ولا في وين الدار، يعني يمشوا ويبقوا وقت كبير، خاطر غادي يذبحوا وغادي يقصوا اللحم وكل شيء يجيبوه حاضر جوست باش نحطوه في الساشيات اكاهاو. يعني كي تحب تقص ترونشات صغيره، والا مثلا باش تهز الجزار يعمل لك اللحم مفروم، والا اذا عندك ماكينه في الدار بالطبيعه تنجم تعمل اللحم مفروم وحدك في الدار. بالنسبة لي أنا الحقيقة عندي معاهم توا 3 سنين، هذا العام الرابع إن شاء الله اللي نعيده في الدار. يعني كيفاش اللحم المفروم صحيح عند جزار نعملوه، بالنسبة للحم الآخر يجيني مقصوص في الدار جوست تاني نقص، مثلا نقولوا نحنا كطريفات صغيرين مثلا على الماكلة ولا حاجة تفويح متاع ماكلة، نقص ترونشات صغيرين يبدأ روز باللحم ولا حاجة، ما نقصش لحمة كبيرة. بالنسبة للحمة كبيرة عندهم أكلات خاصة بهم بالطبيعة، يقصوا لهم اللحم كبير، وإلا عندهم الكباب اللي هنا في الولاية اللي نسكن فيها، عندهم نوع متاع كباب يقصوا الطرف متاع اللحم يبدأ كله هابرة، يعني يقصوها الطرف متاعها كبيرة. وكيف ما تشوفوا هنا بالطبيعة بعد ما مسحت البارتي هذيك باش ننشفها بالطبيعة، ديجا استنست يعني كيفاش نمسح بالبارتي وننشف باش نجم ندور الكنابيات كيف ما شفتوا، نعاود نرجعهم لبلاصتهم. ولهنا هذه اخر كنابي ان شاء الله باش نبعدها بالطبيعه وباش نمسح البلاصه هذيك وننشفها ونكون كملت الصاله. بالطبيعة جاي العيد، ديجا قلت لكم الزرابي زربيت الصالة بعثتها تتغسل، بالطبيعة جاي العيد يعني مفروض عليا باش نولي نفرشها باش نمسح ونركح الصالة فرد مرة، وهاني تبقى لي نظيفة يعني مازال على العيد نهايرين كيكة تبقى لي نظيفة الدار. وهذه اللي هنا بالطبيعه بعد ما كملت هذه الصاله، غلفت الكنابيات كلهم غطيتهم وفرشت الزربيه بالطبيعه، هذا هي الشكل النهائي بالطبيعه متاع الصاله بعد ما تمسحت ونظافت. وباش نتعدوا توا للكلوار، هذه زاد الكلوار نحيت له الزربيه نتاعو من المره الاخرى باش نمسحه زاده وباش نرجع له الزربيه نتاعو.
وبالطبيعة بعد ما نشفته باش نفرش الزربية تاعو باش نرجع الزربية نتاعو كيف ما تشوفوا. هاو كنضم على الدار تبدا نظيفه، امورها واضحه مفروشه، حتى كي يجي عبد هكا ولا يجي يضيف على غفله الدار تبدا نظيفه تبدا مفروشه. وهذا لهنا كملنا ديجا الكلوار، ولهنا تعديت باش نحضر الفطور. كيف ما شفتوا عندي ما يغلي، حطيت فيه رشه ملح، وهذه الشوربه اللي حضرتها معاكم المره اللي فاتت، وريتكم الطريقه نتاع الحل نتاعها والقصان. قلت لكم راهي الشوربه تجي جاريه، هذه شوربه بارده كيف ما شفتوا. هذه اللي قصيتها النهار الاول مع النواصر كنت تتذكروا، وريتكم الفيديو هذاك هبطت لكم نتاع القصان النواصر والشوربه هذه. باش نصمتها الشوربه هذه كيما المقرونه، كيما نصمتوا المقرونه يلزمها تتصمت بالكدا لين تطيب. كيف ما شفتوا نحركها ونخليها تطيب على روحها، ولهنا هذه الشوربه نتاعي طابت كيف ما تشوفوا، ديجا طايبه كيما المقرونه، لا تعجن لا يصير لها حتى شيء. كيف ما شفتوا هذه الشوربه نتاعي طايبه، باش نصفيها توا، ولهنا باش نحضر لها البن نتاعها. كيف ما تشوفوا باش ناخذ كميه نتاع ياغورت طبيعي بالطبيعه، يعني ناخذ كميه ما يكفي الشوربه هذيك. مثلا ناخذيت صحفه نتاع شوربه صمتها، باش ناخذ صحفه قدها نتاع ياغورت نركضها بالكدا لين تتحل كيف ما شفتوا. ومن بعد باش نزيد لها الملح ونزيد الماء البارد، بالطبيعه الماء البارد لازم يكون من الفريجيدير باش البن نتاعنا نتبنوه. نركضها بالكدا، هذه البن هذايا نركضه بالكدا لين نتحصلوا على النكهه نتاع البن اللي حاجتنا بها. تنجمو زادة بالميكسور، ولهنا بالطبيعة عندي سنتين ثوم باش نبرش الثوم كيف ما تشوفوا. كيف ما شفتوا هذه برشت فيه الثوم توا، وباش نحرك الثوم هذاك نحركه في وسط البن هذاك. ولهنا هذه الشربة متاعي بعد ما استقطرتها من الماء بالطبيعة، باش نصبها في وسط البن هذاك وباش نحركها توا باش تحل في وسط البن هذاك. كيف ما شفتوا تحلت في وسط البن، يعني الكمية متاع البن متاعنا كافية كيف ما شفتوا. نحركها شوية هكا بالركض اليدوي هذاك، باش إذا فيها هكا كعب شادة في بعضها ولا حاجة تتحل. هذه الشربة متاعنا بعد ما تحلت بالطبيعة كيف ما تشوفوا، تشوفوا فيها الشربة تحلت ما عادش لا معجنة لا حتى شيء، يعني الكعب مش لاصق في بعضه. ولهنا بالطبيعة الشربة متاعنا نزيدوها النعناع الشايح بالطبيعة، النعناع الشايح يبنن برشا. ديجا وريتكم برشا طرق تاع شربة باردة فيها هكا بالبن وثوم ونعناع. هذه الشربة متاعنا كيف ما شفتوا، هذا هي الشكل النهائي اللي يلزمها تكون عليه كيف ما شفتوا. وتوا جا وقت التقديم، كيف ما شفتوا تتحط في صحافي عادي كأي شربة. هذه تتاكل باردة، يعني تتاكل حتى في نص النهار ولا في العشاء كيف ما شفتوا. هذا كان روتينا لليوم، هذا كان فيديونا لليوم، ان شاء الله كان خفيف عليكم. ان شاء الله الروتين عجبكم، ان شاء الله الوصفة عجبتكم. نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد وفي روتين جديد، في امان الله.